اللي مفرحنا، معقولة اللي وجدي؟ مشرفنا، وجدي اللي جاي النهارده. مش معقولة، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. وهو هو اهو 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 يا بسيم، سلم على واو جيم وجدي. دالي. وجدي واو جي وجدي واو جي وجدي وجدي. ازيك يا وجدي؟ الحمد لله. ازيكم؟ الحمد لله يا حبيبي. دايما انت متزوج يا وجدي؟ ايوه. حرمتك يفات يعني؟ ايوه ايوه، ده بتعترف كده خلاص، عرفنا مين المتهم يا بيه. خلاص بنحبك يا وجدي وبنحب روحك الحلوه. خلصت والله يا بيه، خلصت. الله يعزك والله يعزك. قول لنا يا وجدي، انت بتتهم مين؟ خالد. ليه بقى؟ طيب دليلك ايه؟ واحد يبغى يستقيل اليوم، ماشي. اثنين هو اصلا معتمد على والديه في النفقه، فهو هم اصروا عليه انه يشتغل. اللي هم مين ومين؟ اللي انا قلت عليهم مين ومين؟ مامي وبابي. ايه؟ طب وانت صدقت يا وجدي؟ صدقت بس يقول بابي ومامي؟ والله ابغي تقولها مره ثانيه يعني. الحاج شحاته يتقال له بابي؟ ابغي تقولها ثاني. استنى، انتظر يا نصر. الحاج شحاته انتظر يا نصر. يتقال له بابي ابويا ابو الحاج؟ ابغي اسمعها من وجدي. يلا قول. يلا ها، بابي ومامي. مامي وبابي. استنى ايه؟ قول مامي وبابي. احلى وجدي ده ولا ايه؟ ده وجدي لازم يجي معانا النهارده. عسل، لازم يجي. ربنا يحفظه يا رب على قلبه الحلو. امين يا رب، امين. يلا يا وجدي، بعد ما بابي ومامي هم اللي بيصرفوا عليا. دقيقه، انا مجمعها في ملف وورد اكتب وراكم. يلا. هو شغال عند البوابه، فبيشوف الداخل الطالع، فبيعرف اذا في شيء من سرق ولا لا، ومش حاسس بالتكييف يعني. فهو منقهر الظاهر. شقه جديده يبغى ياسس لها، فاما ياخذ التكييف يحطه فيها ولا يروح يبيعه وياخذ فلوسه ويرجعها. برافو. في ادله اخرى يا وجدي؟ لا خلاص كده. طب قول لي يا وجدي بعد اذنك هسالك سؤال، بما انك بتقول انه هو بسيم المتهم او خالد يعني. طيب هل واحد هيتجوز وجايب شقه جديده يستقيل من شغله؟ يعني يرفد نفسه ويقطع عيشه ومبقاش فيه دخل، هو داخل على جواز؟ هو معتمد على والديه في الفلوس. معتمد على مين يا وجدي؟ معلش عايز اسمعها بعد اذنك. معتمد على مين؟ على والديه. لا، على مين؟ مامي وبابي. ايوه. مش قادر. طب وجدي هتمضي على اقوالك ولا نخلي مامي وبابي اللي يمضوا؟ ها، نمضي على اقوالك. ايوه، قول. يلا وجدي، نمضي على الاقوال. وجدي نمضي على الاقوال. شكرا ليك يا وجدي، جزاك الله كل خير على اتصالك الممتع الحقيقه يعني. خلينا ناخد اتصال من